نسوي خبز. هنا عندي اني خليت كوبين مي دافي، مي دافي حنزل بيهم ملعقة اكل خميرة، ملعقة اكل سكر، اتركها تصير اكتف، نرجع لكم. نجي للطحين. هنا خليت 8 كوب طحين. هاي 8 كوب طحين راح يطلع من عدها تقريبا 4 قرص لو 5. نملح شوي. الخميرة صارت اكتف، راح انزل اول شيء مي الخميرة، راح انزلها كلها ونشوف اذا نحتاج مي او هاي تكفينا. ونبدي نعجن. المي نضيفه تدريجيا بعد ما نخليه مي الخميرة، لان الطحين يختلف من بلد لبلد. هذا اخذ من عندي 3.5 كوب، احتمال عندكم ياخذ اكثر او اقل. خلصت العجن، هسه راح اغطيها واتركها تختمر 40 دقيقة. لما العجينة تختمر راح احمي الفرن على برويل اللي هو الشوي او اعلى درجة عندكم، الساجة مالتي او الحجر او صينية الفرن، شوفوا انه انتم شنو بتستعملون. اخليها حتى تكون حارة وجاهزة لنبدي الخبز. اختمرت العجينة، هسه راح نبدي بالتقطيع. انا راح اسويهم كبار، انتو كيفكم. سلقتي هتحهم بشوية زيت، نمسح ايدنا، نرقق الجوانب. نسحب الرف مال الفرن بهالشكل هذا، نجيب الكبسة مالتنا نخليها ونرجع الرف للفرن. ملاحظة، لا تتركوها هواي، راقبوها لأن تنشوي بسرعة فحتى لا تحترق وياكم. هاي أول قرصة. ملاحظة، بين قرصة وقرصة اتركوا الصاج يصير حار مرة ثانية لمدة 5 دقائق، بعدين نزلوا القرصة اللي بعدها. آخر واحدة راح أخلي شوية زيت وسكر وسمسم، نخلطهم سوا ونزلهم على العجينة مالتي. هذا الشكل النهائي للخبز اللي سويته، هلا بالشكل هذا اللي خليت عليها سمسم وسكر.